الطريقه اللي ممكن يلعب بيها الوداد قدامنا هنا في القاهره. يعني لو حضرتك انا عايزك تحط نفسك في موقف الخصم، لو انت جاي النهارده مع فريقك خسران على ارضك 2-0 وبتلعب نادي هو النادي الاكبر في القاره الافريقيه والمرشح الاول لفوز بالبطوله، تلعب معاه كل في الكل ولا تلعب معاه بتحفظ ولا تلعب معاه انك انت ما تخسرش منه تاني؟ يعني ايه هدفك وازاي ممكن تخوض مباراه بهذه الصعوبه؟ اصل هيلعب بتحفظ ليه؟ يعني ما هو خسران 2، ما ممكن يقول لك بدل ما اطلع بسكور هيفي سكور مثلا هتفرق في ايه؟ اتغلب 5-6 لا انا بحط نفسي مطرح تبقى نهايه فريق كامل ونهايه جيل كامل في انا بحط نفسي مطرح المدير الفني بتاع الوداد. انا خسران ايه؟ انا داخل فيا جونين، فيبقى لازم هلعب ضغط في نص ملعب، هضغط على النادي الاهلي من بدايه المباراه عشان اوصل له التوتر والعصبيه. بالتالي احنا لازم نستغل ان هو مهاجمنا هيبقى فيه ثغرات كبيره جدا، واحنا عندنا ما شاء الله الاجناب على مستوى جيد، سواء علي معلول او هاني او احمد لو لعب، يعني كلهم على مستوى عالي من المهاره. ممكن الهجمات المرتده تسبب لهم هو عايز يضغط علينا، الثغرات هتتفتح، ممكن نلعب من على الاجناب ده. يبقى ممكن نأذيهم في اول المباراه لو هو لعب بالطريقه اللي انا بقوله هو هيلعب بيها، لان مفيش حاجه يخسرها. اتنين في الكوره، اتنين زي تلاته زي اربعه، ملهاش حل. لازم هيلعب عشان يكسب، وبالتالي احنا لازم نستغل الموقف ده ونستغل الثغرات اللي هتحصل من هجومه علينا، نقدر نستغلها ان احنا نوصل له التوتر من بدايه المباراه، زي ما وصلنا له التوتر في بدايه المباراه ان احنا احرزنا الجون في اول 6 دقائق.